زي ما قلت يعني في هذه الفقرة هنتعرف على إزاي ممكن تستفيد مصر من تنظيم بطولة رياضية عالمية زي بطولة العالم أو كأس العالم لكرة اليد بالترويج السياحي. الترويج السياحي يعني السياحة عموما واحدة من القطاعات طبعا اللي تأثرت على مستوى العالم بشكل كامل بعد تفشي فيروس كورونا. ما فيش سفر، ما فيش طيران، ما فيش تنقلات، في إغلاق، في عزل، ما فيش تجمعات أصلا، وبالتالي التحديات متعددة وعلى أصعدة مختلفة، لدرجة أنه أحيانا الواحد يتساءل هل يجوز أصلا طرح السؤال إزاي مصر تستفيد من هذه البطولة في الترويج السياحي؟ طيب ماذا لو كان الأمر يتعدى الفترة الحالية اللي احنا فيها؟ ليه ما نفكرش لأبعد من كده؟ ليه ما نفكرش لحاجة يعني بعيدة المدى؟ إزاي تنظيم بطولات زي دي وهي زي ما قلت حضراتكم بطولة عالمية، ده مونديال، يعني العالم كله بيشارك فيه، في 32 منتخب بيشارك. إزاي ممكن تستفيد مصر حتى لو على اللونج تيرم أو على المدى البعيد، فإنها تعطي رسالة إنها قادرة على استضافة كل هذه الأعداد، على تأمينهم كأمن أمن يعني، وإنها تحفظ سلامتهم في ظل تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة كورونا. كل دي رسائل ممكن مصر ترسلها يعني الخارج فيما يتعلق بالسياحة، ربما بعد ما الأمور تستقر فيما يتعلق بفيروس كورونا نرجع ونفتكر أن مصر ديستنيشن كويس أو وجهة سياحية مناسبة لما نروحش على مصر، لما نحب نفكر أن احنا نسافر والأمور طبعا يعني تستقر ويبقى مسموح بالسفر. خلونا نشوف تفاصيل أكتر، نتعرف على تفاصيل أكتر على هذه النقطة. بينضم إلينا من أبو ظبي عبر زوم دكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا، شكرا على تلبيه الدعوه دكتور علاء. وخليني اسال حضرتك في البدايه على نقطه انه يعني في البعض يتساءل ازاي نتكلم على ترويج للسياحه في ظل يعني موجه تانية من فيروس كورونا، اصابات عددها زاد في كل حته في العالم، اغلاق هنا واغلاق هناك، مفيش طيران، مفيش سفر، ازاي نتكلم على ترويج سياحي ومصر بتنظم بطولة رياضية عالمية زي كأس العالم لليد؟ أولاً يعني هي ظروف عالمية على الجميع، هي بس الناس دايماً في ظل ظروف سلبية، يعني أخبار سلبية دايماً بيستنوا يسمعوا أي أخبار إيجابية من أي دولة، سواء أخبار تتعلق بفاكسين أو سواء أخبار بتتعلق بانخفاض عدد من الإصابات أو انحدار كيرف بتاع موجة تانية. فدايما الاحداث سواء الاحداث الرياضيه او الفعاليات دايما بترتبط بانها بتكون يا اما اخبار سلبيه اخبار ايجابيه. طول ما بيطلع من مصر ان شاء الله اخبار ايجابيه، طول ما بيبقى دايما بيبقى ليها مردود كويس جدا على صناعه السياحه. البطوله اللي احنا بننظمها ديت للعلم بس، يعني احنا كنا طلبنا تاجيل البطوله عشان في موجه ثانيه من الكورونا في حوالين العالم زي ما حضرتك عارفه، ولكن الاتحاد الدولي لكرة اليد أصر على أن البطولة تستمر، فإحنا أخذنا الريسبونسبيليتي، ودي طبعا شجاعة كبيرة جدا من صانع القرار. والنهاردة الافتتاح بتاع البطولة كان رائع بكل المقاييس، اتذاع في كل بلاد العالم، كل تقريبا كل وكالات الأنباء نقلته. إحنا بنتكلم في سيطرة في ظل ظروف صعبة، دي في حد ذاتها انا بعتبرها اخبار ايجابيه. بكره ان شاء الله وكالات الانباء هتتكلم عن الموضوع ده بثقل. الاتحاد الدولي لكره اليد قرر او اصر على استكمال البطوله، واحنا وي توك ذا تشالنج، يعني اخذنا التحدي. ولاول مره بطوله العالم لكره اليد بدل من 24 فريق بقت 32 فريق، فدي طبعا برضو جايه مع ان احنا فريق العالم الناشئين أو فريق مصر الناشئين في كرة اليد أخذ بطولة العالم السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبل اللي فاتت 2019 بالتحديد، فإحنا داخلين الموضوع ده تشالنج. في طبعًا فرقتين ثلاثة اعتذروا عن القدوم، كان اتحاد كرة اليد كان حاطط أربع فرق اللي هم إيه، تشيك والولايات المتحدة؟ اللي هم التشيك والولايات المتحدة اعتذروا علشان ظهرت بعض الإصابات عندهم في الفريق. الشيء الجميل بقى ان احنا قررنا بما ان خلاص مضطرين نعمل البطوله في هذه الظروف، فشيء جميل ان احنا قررنا خلاص احنا هنعملها، ولكن هنعملها بسياسه
البابل بيسموها البابل بوليسي، او احنا حاجه كنا بنعملها عندنا في الترافل اسمها البابل ترافل، اللي هو الدول بتفتح فقاعه ما بين بعضها البعض، اللي هو تبادل بدون دخول اي عنصر ثالث من الخارج. في البطوله دي هم قرروا ان هم يطبقوا سياسه البابل او سياسه الفقاعه، اللي هي ال 32 فريق يتحركوا للمباريات، يخلصوا المباريات يرجعوا للفندق بدون اي احتكاك مع اي طرف ثالث. وهنا بقى هيثبت النجاح ان شاء الله باذن الله يا رب، يوفقنا يا رب ويثبت النجاح، ونوري العالم كله ان احنا قادرين نحافظ على هذه الفرق عندنا، قادرين ان احنا نعمل البابل او سياسه الفقاعه زي ما قلت لحضرتك. ودي بقى هيكون ليها مردود يا رب كده يعني خلال فتره البطوله، يا رب دايما نسمع اخبار كويسه من هنا لغايه نهايه البطوله، ترجع هذه الفرق لبلادها، تعرف ان احنا حافظنا عليهم، طبقنا بشكل احترافي الاجراءات الاحترازيه عليهم، طبقنا سياسه الفقاعه زي ما قلت لحضرتك، ودي طيب حلو مش دكتور اي علاء، دوله لو بتعرف تم فعلا تطبقها. كل هذه الاجراءات وان شاء الله مصر تنجح في انها تطبق هذه الاجراءات، ده ايه مردوده يعني فيما يتعلق بالسياحه؟ وهل لو ليه مردود هنشوفه قريب ولا لا؟ لانه طبعا في فيروس كورونا، وبالتالي اذا كان في عوده للنشاط السياحي بشكل كبير ممكن تكون بعد كده يعني. شوفي، الجميل في الظروف اللي بتحصل في العالم دي ان هي ظروف، طبعا هي ظروف مؤسفه على صناعه السياحه بالعالم، ولكن هي جلوبال، يعني هي ما لا تخص دوله وحدها بعينها، لان المشكله في كل منطقه وفي كل مكان، حتى صح الدرجه الثانيه او الموجه الثانيه في كل مكان تقريبا، في كل مكان في العالم دلوقتي. فاحنا بنقول ان اي اخبار ايجابيه بتيجي من اي دوله مهما كانت هذه الدوله، فهذا الامر بيؤدي الى ان الناس ترجع تاني تفكر في هذا المقصد. مصر طول عمرها كمقصد سياحي مطلوب، زي ما بقول كده دايما في حديثي، هو اون ذا باكيت ليست، فاون ذا باكيت ليست. وبعد فتره حرمان سنه خلينا كامله نشرح، اللي هي خلينا نشرح 2020 الباكيت ليست، هي القائمة اللي الواحد بيحطها للأماكن ايوه اللي بالظبط نفسه يعملها، اللي نفسه يروحها. بالظبط. انا هقول لحضرتك مصطلحين، يعني احنا كنا في اون ذا باكيت ليست او القائمه اللي الواحد بيتمنى ان هو يزورها، تمام؟ في اي بلد في العالم، تعرف الحضاره المصريه متغلغله يعني في المناهج الدراسيه بالذات في الدول الغربيه. احنا الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صيام، فترة صيام سنة 2020، فترة إغلاق وصيام، ناس كتيرة جدا كانت نفسها تنزل مصر ما قدرتش تنزل مصر. أتوقع إن الفترة 2021، نص 2021 قبل ما ناخد الفاكسين أو بعض الدول تاخد اللقاح، أعتقد برضو هتظل مصر من ضمن الدول التي يتمنى المرء أن يزورها. فهنكون برضو ستيل في الباكيت ليست، ولكن أنا أطمح أو أنا أتمنى إن الحملة الترويج السياحي أو حملة الترويج السياحية القادمة ننقلنا من الباكت ليست للتو دو ليست. احنا عايزين كده، يعني عايزين من ان احنا اتمنى ازور مصر، ان انا لازم اطلع ازور مصر. فهتيجي امتى الكلام ده؟ هتيجي مع الاخبار الايجابيه، هتيجي مع بطوله من هذه البطولات، هتيجي مع الفعاليات الجميله، هتيجي مع اجراءات احترازيه وامنيه لتامين الفعاليات، هتيجي مع حمله تسويقيه تعتمد على تسويق التجربه السياحيه. وهو ده اللي احنا بنعمله النهارده. احنا بقينا العالم كله بقى جلوبال فيليج، سمول فيليج يعني قريه صغيره، فاصبح الاخبار تتنقل بسرعه كبيره جدا. النهارده الناس لما بتسمع اي اخبار ايجابيه جايه من اي مكان، فهو بيعيد تفكير في هذا المكان، زي ما قلت لك محطوط في قائمه الاشياء اللي لازم الانسان يزورها. النهارده احنا بنطمح ان احنا ننقلها لقائمه الاشياء اللي المفروض ان هو يزورها. طيب فيروس البطوله كورونا دكتور لها علاء، انعكاس. انا اتفضلي اسف المقاطعه، بس بما ان حضرتك ذكرت فكره التسويق وحضرتك خبير في التسويق السياحي، لما ايوه نيجي نعمل حملات تسويقيه او الهدف منها تسويق السياحه في مصر في ظل تفشي كورونا، ايه المحددات اللي بتتغير عن الوضع الطبيعي؟ يعني رسالتي بالتاكيد هتتغير عن الوضع الطبيعي، لو انا يعني كدوله عايزه اوصل رساله انا بلد امنه، تعالوا عندي مصر، عايزه اعمل ترويج، التسويق يختلف ازاي ما بعد كورونا عن ما قبل؟ شوفي حضرتك، التسويق كان زمان كانت بتقوم به هيئات تنشيط السياحة أو هيئات ترويج السياحة.
بشكل كامل، هي اللي بتقوم بالحملة وهي اللي بتقوم بأغلب الكونتنت أو محتوى هذه الحملة. النهاردة التسويق بعد كورونا اختلف شوية، ما أصبحش الهيئات تنشيط سياحة هي التي تقود عمليات التسويق، الذي يقود عمليات التسويق هو تفاعل مشترك ما بين هيئات تنشيط السياحة وخلق المحتوى الشخصي الطبيعي. إن الشخص النهاردة أصبح التسويق السياحي يعتمد على التجربة السياحية بالأول، يعني التجربة السياحية، تجربة الشخص، تجربته في المقصد السياحي، في تفاعله مع الحضارة، تفاعله مع الثقافة، تفاعله مع القصص اللي جاية من المقصد السياحي، هو ده اللي بيخلق البراند اويرنس او اللي بيخلق السمعة الجيدة لأي مقصد سياحي بالعالم. خلي بالك التنشيط او ترويج السياحة، احنا للأسف فترة طويلة جدا متخيلين ان احنا هنروج للسياحة هنجيب كل سنة 20 مليون او 15 مليون، مفيش اي حد في الدنيا بيروج ويجيب هذا الرقم الكبير جدا، احنا بنروج علشان نعمل تجربة سياحية يقوم الناس اللي بتيجي دي ترجع لنا تاني، نقوم نجيب عليهم السنة اللي بعديها ناس زيادة وهكذا، ونزود عليهم نسبة 3% 5% 10% وهكذا، ويبقى الفعل تراكمي. لكن احنا مش بنروج علشان السائح يجي يعمل تجربة مش كويسة يقوم يزور البلد مرة واحدة وما يرجعش تاني، احنا عايزين الناس تيجي دايما. تشوفي مثلا بلد زي ايطاليا او بلد زي اسبانيا، هتلاقي ان نسبة 66% من الزائرين لهذه البلاد تقريبا زي ما بيقولوا returning visitor او سايح بيرجع مرة اخرى لانبساطه او لسعادته بالتجربة الاولى. الناس اللي وفرنسا بتروح دبي النهاردة، فرنسا، كل بلاد طبعا، الناس اللي بتروح امريكا مثلا، اللي بتروح دبي، اللي بتروح مكان زي هونج كونج، مكان زي اي بلد زي ماليزيا، زي تايلاند، زي بتروح بترجع تاني ليه؟ علشان هي عاشت تجربة سياحية ممتعة في الأول. فالمفروض إن حملات ترشيد سياحي تركز على القادمة قبل كوفيد 19، طبعا مختلف عن كوفيد 19، المفروض إن احنا نركز على التجربة، التجربة السياحية هو ده الفيصل اللي هيخلي مقصد سياحي قوي ومقصد سياحي ضعيف. الحاجة حضرتك التانية، كنت هتتكلم اتفضل اتفضلي يا فندم. حضرتك كنت هتتكلم على دبي، وانا كنت هسأل كمان على دبي. حضرتك بتكلمنا من الامارات، من ابو ظبي تحديدا. ايوه الامارات بلد ليها تجربة مميزة فيما يتعلق بالسياحة، تحديدا دبي. ايه ابرز ايوه ملاحظات حضرتك على هذه التجربة، وتحديدا بعد فيروس كورونا؟ بص يا فندم، في نقطتين لازم نفهم، انا يمكن اتكلمت فيهم كتير، وبعض الاحيان احنا بتبقى غايبه عننا. الاجراءات، كل ما الاجراءات كانت صعبه في الريستريكشنز او ان احنا نحافظ على المكان من انتقال تحورات فيروس كورونا لينا، كل ما كان فرضنا اجراءات صعبه، كل ما نظر لنا على اننا بنطبق الاجراءات الاحترازيه بشكل جيد وقوي. اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان دبي وبالذات ابو ظبي برضو طبقوا اجراءات احترازيه حسب الموقف. اول ما ظهر تحورات في الفيروس، كان الاول بيطلبوا بي سي ار تيست، بعد كده ابتدوا يعملوا حجر لمده 14 يوم، ودلوقتي بقى 10 ايام بس. مع بدايه اخذ الفاكسين ابتدت تطبيق الاجراءات الاحترازيه بشكل شديد وعنيف. عايز اقول لك ان مثلا في دبي حجم المخالفات او المبالغ المحصله كمخالفات من الناس اللي بيخالفوا الاجراءات الاحترازيه كان تقريبا 10 اضعاف اي حجم مخالفات في اي سنه من السنين، لان ارقام كبيره جدا، بتتكلمي في الاف من الدولارات لكل شخص لو خالف، مثلا نزل من غير كمامه، شخص ما عملش اجراءات احترازيه معينه، لدرجه ان هم بعتوا منشور لكل الاماكن العامه التي تتعامل مع العامه يحثوهم على ان هم ياخدوا الفاكسين، لان انت عارف حضرتك الفاكسين ده اختياري. اختياري. وقالوا لهم اللي مش عايز ياخد الفاكسين كل 15 يوم هيعمل بي سي ار تيست علشان ده بيتعامل مع الجمهور. فدي من ضمن الاجراءات اللي انا بحكي لحضرتك عليها، كل الحاجات دي بيبقى ليها مردود
جيد مش مردود وحش، احنا متخيلين الحاجات دي هيبقى ليها مردود وحش والناس هتخاف تنزل والناس هتخاف تروح، بالعكس كنت لسه الناس اسال بتحس حضرتك، بالامان طب ده مش اكتر. يخوف الناس اللي هي لا رايحه دبي بالعكس، هتبقى رايحه لا اصلا يا فندم، اجازتها اسبوعين 10 ايام منهم عزل؟ لا يا فندم، انا هقول لحضرتك حاجه، في دبي عملت او الامارات بعض الاماكن في الامارات وبالذات دبي عملت حاجه اسمها سياسه البابل ترافل او سياسه الفقاعه السفر. يعني ايه؟ يعني حضرتك في دولة احنا بنعتبرها جرين زون وفي دولة بنعتبرها ريد زون، يعني عدد الإصابات فيها عالية جدا، عدد الوفيات فيها عالية جدا، نسبة الحالات النشطة عالية جدا، فاحنا بنعتبرها ريد زون، فبنقول اللي هيجي من المكان ده هيعمل بي سي ار تيست وهينزل هياخد حق عزل لمدة كذا. في بعض الدول الأخرى بنسميها الدول الخضراء، يعني أو دول الأورنج في المنطقة الأورنج اللي هي قادرة تسيطر على الفيروس، قادرة تسيطر على الحالات، حالاتها مش عالية جدا، زي مثلا احنا مثلا عندنا شرم الشيخ وعندنا الغردقة وعندنا الأقصر وعندنا أسوان، حالات مش عالية، حالات كويسة، عندنا اندر كنترول. فهم برضو في بعض الدول كده، يعني مثلا الولايات المتحدة الأمريكية بلد ريستريكتد من أوروبا كلها، ما تقدرش، أنت لو أمريكي ما تقدرش تسافر أوروبا، ما تقدرش تخشها أساسا. ليه؟ لأن أنت ريد زون بالنسبة لهم. إنما بعض الأحيان بيبقى في بلد اللي احنا بنسميها يعني جرين زون او اورنج زون، هي ما بين مرحله الريد والجرين، اللي هو يعني قادر يسيطر على الفيروس، قادر يقلل من حالات الكيرف اللي هو بتاع الموجه الثانيه. ففي هذه الحاله الدول بتعمل مع بعض اتفاقيات سياحيه اسمها البابل ترافل. البابل ترافل، فقاعه السفر، يعني ايه؟ يعني انت هتسافر عندي وانا هسافر عندك من غير ما نطلب من بعض ريستريكشنز، لان على اعتبار ان وضعك الصحي مناسب لوضع الصحي، وبالتالي هتقدر ان احنا نتبادل مع بعض الزيارات السياحيه. وده كان موجود على فكره ما بين مؤخرا ما بين الامارات وانجلترا، لغايه ما ظهرت مع انه التحور انجلترا الجديد. يعني اعداد لغايه بالظبط، مهولة من لغايه الاصابات. قريب، لغايه قريب، ما انا بحكي لحضرتك، لغايه ما ظهر التحول الجديد في التحور الجديد في فيروس كورونا. ايه اللي حصل لما ظهر التحور دوت؟ لما ظهر هذا التحور اللي حصل ان الامارات قررت ان اي حد هيجي من انجلترا، بدل ما هنقفل الطيران، اي حد هيجي من انجلترا هيخضع لسياسه الايه؟ البي سي ار والعزل المنزلي لمده 14 يوم. قامت انجلترا بعدها بخمس ست ايام قررت، نظرا لارتفاع الاصابات طبعا، ان هم مش هيشتغلوا بنظام البابل ترافل اني مور، وهيقرروا ان هم اي حد هيجي من دوله الامارات هيطبق عليه نفس الاجراءات الاحترازيه، يعني معامله بالمثل من الاخر. فبعض الدول عملت كده البابل ترافل، في ظل الموجه الثانيه اتفاقات البابل ترافل كلها ابتدت تتارجح وابتدت الدول تتخلى عنها. بس ده اللي كان السبب، ان كان مثلا في ايام راس السنه اللي فات كان في عدد سياح كبير جدا موجود من اوروبا وبعض الدول الاوروبيه، كان موجود بدوله الامارات. بس جايين مخصوص للكريسماس وراس السنة، يعني هما مش مقيمين، يعني مش من الموجودين في لا مش الإمارات. مقيمين، لا 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 طبعا مش مقيمين، هو اغلبهم كانوا جم من بلد، يعني لو حضرتك تخيلتي بعض الناس بتنزل من المناطق الحمراء والدول الحمراء، بعض الناس بتنزل بيطبقوا عليهم سياسه العزل اللي هي 14. انا شخصيا لما رجعت، انا كنت مسافر، انا يعني كنت في الولايات المتحده ورجعت على ابو ظبي، عملوا لي عزل 14 يوم، وبعد ال 14 يوم لازم اعمل بي سي ار تيست عشان يتاكدوا ان مفيش اي حاجه. بلاد كتيره جدا بيطبق عليها العزل، زي ما انا لو طلعت من القاهره هيطبق عليها العزل، لو طلعت من واشنطن هيطبق عليها العزل، وبلاد كتيره جدا. ولكن بعض البلاد امنه لبعضها البعض، فكانوا بيعملوا مع بعض السياسات اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هي البابل ترافل ما بين الدول. لكن في خضم ازمه كورونا والموجه الثانيه، اعتقد ان الدول دلوقتي مشغوله جدا ب سيطرة على الفيروس، بفتح أماكن لأخذ اللقاحات، باستيراد اللقاحات، بعمل تجارب سريرية. أعتقد أن الأمر في يعني دول مشغولة، يعني أعتقد أن الأمر ما بقاش مركز قوي على السياحة قد ما هو مركز على أن إحنا هنعمل إيه بعد شهر 6 الجاي، وهو الشهر اللي دايماً يعني أنا أعتبره الشهر الذهبي.
في صناعة السياحة، لأن هتكون دول كثيرة جدا تطعمت، والمواطنين اللي طعموا في ضد فيروس كورونا أعتقد إن هم هيكون عندهم كم كبير جدا من الشجاعة إن هو يوصل لأي ديستنيشن أو ينزل أي ديستنيشن، سواء كان هذا الديستنيشن أو هذه المنطقة منطقة حمراء منطقة خضراء، لأن هو خلاص يعني حتى لو تعرض لهذا الفيروس فهو هذا الكلام لا أعتقد إن هو هيخوفه بشيء. لكن في حالة من الرعب شديد موجود من بداية الإغلاق إلى الآن، وأعتقد إن إحنا لازم نغير استراتيجيات التسويق السياحي. وفي حاجة تانية مهمة جدا يمكن أقولها من عند حضرتك دلوقتي، إن إحنا يعني كان في أخبار كتيرة بتقول إن إحنا بنتعاقد مع شركة علشان تؤمننا بالتسويق السياحي في العالم. أنا في رأيي الشخصي إن إحنا لابد إن إحنا نتجه أو ناخد سياسة أخرى، إن إحنا نتعاقد مع عدة شركات. ليه عدة شركات؟ لأن العالم عمر ما في شركة في الدنيا هتسيطر على العالم كله من ناحية التسويق. لازم نقسم العالم إلى 5 6 7 مناطق، كل منطقة تضم عدد معين من الدول، 10 دول 15 دولة 20 دولة، وندي تسويقهم لشركة أو يعني ديجيتال ماركتنج كومباني أو ماركتنج كومباني واحدة فقط، ونديها كي بي آي، ونديها نديها ميديا بلان، ناخد منها ميديا بلان ندرسها كويس جدا، ناخد عليها كي بي اي، نستنى ونشوف الكي بي ايز بتاعتها تتحقق بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد سنتين، بعد 3 سنين، وهكذا. ونبتدي نقارن الكي بي ايز دي ما بين الشركات في مناطق مختلفه، يعني منطقه لاستراليا ومنطقه لوشاينا، ومنطقه ثانيه لجنوب شرق اسيا، شركه ثالثه لمنطقه شمال اوروبا، شركه رابعه لمنطقه غرب اوروبا، شركه خامسه لمنطقه اوروبا الشماليه، وهكذا، شركة نعم لأوروبا سوري أمريكا الشمالية، ثم أمريكا الجنوبية، أخرى لمنطقة الخليج والدول العربية، أخرى لشمال أفريقيا. بذلك نقدر نحقق عدد من النجاحات في كل هذه المناطق، لأن إحنا لو اديناها لشركة واحدة بنكرر نفس الغلطة اللي عملناها مع شركة جي دبليو تي، اللي هي أخذت العقد 3 سنين ولكن كان المردود كان ضعيف جدا لأنها ما قدرتش تسيطر على كل الأماكن الأسواق. كلها يعني. أيوه بالضبط. طيب، سؤال أخير دكتور علاء، يعني بالنسبة للمواطن المصري اللي هو عايز يسافر، يعني هل حضرتك شايف إنه ده وقت مناسب للسفر؟ اللي عايز يسافر يسافر أنهي دولة؟ يبص على يعني يتابع نشرة أعداد المصابين ويروح للدولة اللي أعداد المصابين الإصابات فيها قليل، ولا يروح للدولة اللي عاملة إجراءات احترازية زي ما حضرتك قلت، عزل لمدة معينة، مطلوب PCR؟ ده بالنسبة للمواطن تنصحه بإيه؟ والله أنا عايز أقول للمواطن يعني أفضل شيء، أفضل شيء في هذه الفترة إن أنت تتجنب السفر الضروري، بالذات لدول سواء هي دول مسيطرة على الفيروس أو مش مسيطرة على الفيروس، لسبب بسيط، إن أفضل شيء في السيطرة على أي موجة فيروس إن الناس stay in place، يعني يقعد في مكانه كده لغاية ما تعدي الأزمة بسلام. لو راح مكان المكان ده بيتعمل فيه عزل او بيبقى فيه بي سي ار تيست او الكلام ده، ممكن يلقط الفيروس من اي مكان، ممكن يلقطه من طياره، ممكن يلقطه من مطار، ممكن يلقطه من احتكاكه بالجمهور حتى بعد فتره العزل. صح، ف فأحسن stay الدول safe. دلوقتي ما بقتش يعني اعتقد ان لو هو ضروري يسافر بياخد الريسك ويسافر، لكن لكن سفر فسح حتى بقى الدول وسياحة الأوروبية مش وقته. لا ما انصحوش يا جماعة، احنا في ظل، احنا في كيرف كده للموجة التانية، مش علينا وبس، ده على العالم كله. فاحنا حاجة من اتنين، يا اما ننتظر نشوف في بروجرس او في تقدم في الحالة الصحية للمكان اللي احنا عايزين نروحه ده، او ندرسه كويس قبل ما نروحه. وده السبب اللي بيخلي بعض الدول بتحط دول اخرى في الـ بيسموها الجرين زون او الريد زون، يعني دي دولة إذا كانت صراحة خطر لك ان ولا انت إذا كانت تسافرها، آمنة. اذا كنت تسافرها او ما تسافرهاش. طب انا أيوة. اقول لحضرتك، انا يعني انا فكرت ان انا كان عندي يعني رحلة للولايات المتحدة، فعايز اقول لك ان هم أحد يتكلموا معايا كتير جدا في المطار على الدخول، لان هو عايز يتاكد ان انا مش داخل سياحه. عارف لو ده تاكد، عارف لو انا كنت قلت له ان انا داخل سياحه كان قال لي ثانك يو سو ماتش، احنا مش محتاجين سياحه دلوقتي.
فانا قلت له انا داخل رحله عمل، عندي كذا وكذا وكذا، لكن لازم اوري له بروف ان انا داخل رحله عمل. فالدول دلوقتي بقت حريصه جدا في هذا الامر، ان هو مش عايز يجيب تحور من مكان لمكان اخر وهكذا. صحيح. فبعض الاحيان ممكن المردود اللي جاي من ساعه السياحه في ظل ازمه كبيره جدا زي اللي احنا فيها دي ممكن يكون اقل بكتير جدا من المكسب اللي احنا هناخده لو احنا قدرنا ان احنا ما نجيبش مثلا نعم. سياح من منطقه فيها تحور. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا النهارده نفتح سياحه مع جنوب افريقيا لانها فيها تحور كبير فيها جدا خطر. للفيروس، ويمكن مضاد مقاوم للفيروس. فاللي انا بقول لحضرتك ان مقاوم الامر للقاح. لازم يبقى فيه توازنات، والحمد لله الدوله المصريه نجحت بشده في ان هي تخلق هذا النوع من التوازنات، وانا اثق في ان الناس ان شاء الله باذن الله يعني هنعدي هذه الازمه بسلام. يا رب إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء خليفة، خبير التسويق السياحي الدولي، كنت معنا من أبو ظبي تحياتي لكم. عبر زوم. شكرا جزيلا يا فندم.